هو بالحقيقة هذا التحرك من الحكومة العراقية هو جانب إيجابي، والعراق بحاجة إلى إجراء اتفاقات مع كل دول العالم، خاصة المنطقة اللي يتواجد بها العراق، جيران العراق، ولكن يفترض أن تكون هذه العلاقات قائمة على المساواة، على التوازن، وأن يكون لمصلحة العراق الجانب الأكبر بها، سواء كانت الاتفاقيات التي أجريت مع الأردن أو إيران أو مع السعودية أو مع دول أخرى، لأن العراق بلد غني ويمتلك من الموارد ما يكفي، وبالتالي يجب أن يستغل هذه الميزة، وهو يفرض شروطه على الآخرين، وأن يكون هو الطرف المستفيد.